مرحبا بكم مره اخرى في الماتينال، ونعرف اللي برشا يتبعوا فينا ويتبعوا في لي شيف او شيف حط كذا حط كذا، وارجونا بربي لي شيف. انا يا سيدي راجعين لي شيف، ومن بعد نرجع مع السوبر وومن. مرحبا بكم فاطمه. ساده المشاهدين، توا جاء وقت لفان المعاصم، ردوا بالكم من الديتاي اللي تقول لكم عليه الشيف فتحيه باش تنجحوا الديسير والخبز في داركم. دونك شيف بابا، انا هنية حطيت نحضر في الملسوقه نتاعي، جيت نحل ديجا في الملسوقه، حليت الورقات الاولانيين، نكمل نحل هذايا نقسمها على اثنين. انا خذيت اليوم بريكادور، علاش؟ على خاطر نحب الورقه، ما خذيتش سامسادور، خاطر السامسادور نستعملها في حاجات اخرى وين باش نقصها طول. هذه يلزمها تكون على شطرين باش تتقص على اثنين بركه، ونخدم بها المعاصم، هي اللي تجي في المعاصم بالقدا. هاو باش نوريك كيفاش نقسمها وكيفاش ان نطويها، خاطر التكنيك كلها في الطاويه، فهمت؟ هذاك علاش يلزمها تكون شطر كعبه نتاع ملسوقه، ما نحبهاش اكل الطويله ولا الاخرى. الفورمه عندها قيمه في معناها تحكم في كعبه المعاصم زاده. باهي هذايا هذوما راهو ما نلوحهمش، على خاطر نستعملهم في برشا حاجات، نغطي بهم الكريمه باش ما تجلدش وبرشا مهمات اخرين. باهي انا هوني نقص الورقه على اثنين كما تشوفوا فيا، هكا يلزمها تكون مقصوصه على شطرين قد قد، سهله في القصان. ومن بعد ناخذ الكريمه نتاعي، نحاول نحطها في البوش، اللي ما عندوش بوش ينجم يعبي بالمغرفه، انا اسهل لي بالبوش. نجي نعبي الكريمه كما تشوفوا فيها هكا، وفي بالكم اللي هي فيها برشا فاكهه سو كيفي، لازم نعملوا حله كبيره شويه باش ننجم نعدي الفاكهه باش ما تغصش كعبه الفخس اللي في وسط الحشو اللي باش يهبط في وسط البريكه نتاعي، ما يجيش. ديما نحطوا الشطر دوره قدامي، معناها الحرف اللي مستوي يجي مقابلني، الشطر دوره ديما قدامي قد قد. نجي ناخذ الفخس بتاعي ونحط قد كعبه المعاصم هكايا، اون بوند سكر عليها، نثني زوزة جناب قبل، ومن بعد نسكر عليها هكايا. راهو قيمه الملسوقه تقرمشه نتاعها، هذاك علاش قلت لكم نحب ورقه خشينه، القيمه نتاعها في التطيب من بعد. هذاك علاش نقول لكم خذوا الدوره كامله، ما تاخذوش الوراق الاخرين اكل الانواع الاخرين الطويل، ما تلقاوش كيفاش تطويوها وتصعب عليكم. هنايا نعاود نوريكم كيفاش باش نطويها هكايا ونثنيها، خاطر بلوس فيها تقرمشه بلوس تبدا بنينه المعاصم. نحطهم بجنب بعضهم ومن بعد نعمل لهم دهنه، اما بالزبده والا بالزيت زين. انا ديما نحب الزيت في الزيتونه في الحاجات هذوما، يظهر لي يعطي نكهه بنينه. وباش نحضر الشحور، الشحور كيلتين سكر كيلة ماء، معناها اللي تكيلوا بها السكر اذا كان تحطوا كيلة سكر تحطوا شطرها ماء، نحطوه يغلي من بعد نحسبوا له 3 دقائق من اللي يبدا الغليان، ونحطوا القارص مغرفه بتاع ماكله قارص، ونزيدوا 3 دقائق ونطفيو، ما تخليوهش يغلي نص نهار حتى يولي الشحور احمر ويغمق وما عادش يعطي مطعم. كان تحبوا تفوحوه بشويه زهر ولا عطر شيء، والا انا ننصحكم شويه فاني سمخت شيف مع الزهر نتاعكم تطلع بنينه برشا، خاطر تعطي نكهه بنينه. راهي الفاني زاده نواره، ماهيش معناها ماهيش حاجه زايده على المطعم، كيفها كي الورد كي الزهر والعطر شيء، الفاني زاده راهي نواره وتدخل في لي كومبوزيسيون نتاع المالح العربي ولا الحلو العربي ولا في الحلو السوري. الوغ هذيا وريتكم كيفاش انا نطوي في هذوما الكل، نعديها في الكوشه سخنتها 180 تقعد تقريب بين ربع ساعة و 20 دقيقة تحمر وتخرج وتسقيوها من بعد. يعطيك الصحة شيف فتحية. دونك هذوما المعاصم ياسر منظرهم مزيانين، هما نيين زعما هما طيبين، شو يعملوا فينا؟ نتصور حاجة خارقة للعادة. أنا قاعد نحضر توا في الطاجين اللي قلت لكم اليوم باش نعملوا طاجين البروكلو بجبن مرياح. دونك أول حاجة عملتها خذيت دجاج مليحة، صدر نتاع دجاج وإلا اسكالوب دو داند وإلا ستيك دو داند، حتى ستيك يعطي حاجة خارقة للعادة في التواجن نتاعكم. دونك هنا ناخو الدجاج نتاعي مع البصل قصيته مكعبات صغيرة، حطيت معاهم زيت زيتونة زيان، زيت البيولوجي الممتاز اللي قلت لكم حايز مؤخرا على الميدالية البرونزية في لندن، دونك جاب مرتبة ثالثة في العالم، حاجة خارقة للعادة
نفتخر بها احنا التوانسه. دونك هكا ناخذوا الدجاج نتاعنا تقلى مليح باش نبدا نفوح، ناخذ شويه ملح، ما نكثرش برشا الملح ديما نقرا حسب الجبونات. دونك ناخذ شويه فلفل اكحل باش ناخذ معاهم شويه تابل. هذه الفحات سرها موجود الكل عند الفحات الخابيه، النكهه البنينه اللي نعمل بها التواجن نتاعي ولا شرب ولا غيره. دونك حتى المشاوي تنجم تنجح برشا برشا، مش تنجح اكثر من اللي تنجح زاده بالفحات الخابيه. دونك هنا ناخذ شويه فاح نتاع الدجاج، شويه بركه مع التابل. دونك هكا باش ناخذ شويه كركم. دونك طاجين فاوح بالكدا على خاطر نعرفوا اللي البروكلو خاصه فاد شويه في الفم لازموا معاه صوص فاوحه. دونك هذوما الكل يتقلاو مع بعضهم. انا هنا نحب نقول لكم اللي خذيت البروكلو نتاعي غسلته بالكدا، عملته مشامم صغار وحطيت الماء يسخن وهو سقطته في وسطه، نحط له تشيشه ملح مش برشا باش نقص له كما قلت لكم الطعم الفاد نتاعو هذيك. اللي يحب ما يحبش الريحه في الدار نتاع البروكلو يحط معاه عودين قرنفل تنحي له هكا الرائحه الخايبه نتاع البروكلو. دونك خليه يكمل يطيب فيما طاب لنا الصوص وكل شيء. نرجعوا مع بعضنا من بعد نشوفوا كيفاش باش نخلطوا الطاجين نتاعنا ودرجه الحراره نتاعو اللي تنجح الكويسون نتاعو كيفاش باش تكون ان شاء الله. ميرسي بوكو لي شيف. الوغ احنا توا كنمشيو للسوبر وومن مع دورا. سوبر دورا وي علاش لا. المرأة في وقتنا توا مطالب منها باش تكون اكتيف، خدامة ناشطة، تخدم كيفها كيف الراجل، تقرا كيفه، تشد فرد بوست كيفه، وتملى مخها كيما هو يملاه، تفهم في الميكانيك، تفهم في الدهينة، تفهم في البلومبغي، على قدم السواء. في الكرة لا 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 الحمد لله في الكرة لا، لكن فما حاجة عندها زايدة المرأة أنها لازم تعمل هذوما الكل وهي أون توت بوتي. المرأة نظلموها نظلموها حتى كي نتخيلوها. نعطيكم الدليل، كي نقول سوبر وومن شنو هي التصويرة اللي تجي في مخاخكم؟ أون تتخيلوا وحدة لابسة ماسك شعرها مجبودة حرير، التاي نتاعها قدكة وتجري بتالون. يا ظلام فما شكون ينجم يجري بتالون؟ أبار أنجلينا جولي بطبيعة الحال. الراجل ديما يلوم على المرأة كيفاش ما تتلهاش بروحها كيما قبل. قبل شنو يا مامو عينيا؟ قبل ما نتعرفك على نتعرف على كلاستك اللي تجبرني كيف امك تغسلهم بيديا. وحتى كي تعمل قليب المرأة وتمشي تدل روحها في سونتر ديستيتيك وسبا، ايش يخطر عليها باب صلاح دينو؟ تصرف فلوسك في نابورت كوا. قاعدين تفتنوا بها المرأة شنو صاير فيها ولا لا؟ حطوا روحكم في بلاصتها. جربوا اغسلوا الماعون بظوافر مركبه، جربوا قصوا البصل بعينين مكياج. والمشكله في هذا الكل انه الراجل مش عاجبه الحال، مقلقين وحكوك الكريم تاع الليل ومتاع النهار. قال شنو مرته بحذاه بالكريم تتلبط. يا روحي القطاطس اللي تكحل عليهم النهار الكل وانت تقارن في مرتك بيهم، في الليل ما تلقاهمش دهنين تلقاهم حنطين. والادهى والامر من هذا الكل انه سي السيد يحبها تكون انثى وتلبس روبة يشبي يشبي ويصير لها نفس اللي صار مارلين مولو اما قدم قهوة في تونس ولا محطة مترو. المرأة التونسية كل يوم عندها تحدي باش تلقى الموازنة بين انها تكون ميس ومرأة ما جاية. وهذاك علاش الرجال لازمهم يقولوا لنساهم شابو با على خاطرها سوبر وومن بالفم والملا. والملا صحيح. دونك هذه كانت السوبر وومن مع دوغا، وانتظروها كل يوم راهو في رمضان مع سوبر وومن. ما تجيهمش نهار تقول لهم ما عنديش سوبر وومن دورا رمضان. لا 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 ما نرتاحوش الوغ نمشي نرجع بعد اللي شاف. مرحبا بك فاطمة. دونك انا الدجاج نتاع الطاجين نتاعنا حضر. هنا نحب نقول لكم استوس ديما اعملوها في الطاجين، كي تصب الدجاج وهو سخون كيما باش نعمل انا، ناخوه من على النار نتاعو نحطو في الصحفة باش نخلط فيها، تخليوه يبرد، ما تحطوش عليه مباشرة الجبونات والواحد والعظم. دونك تحلوه هكا شوية تخليوه يبرد ياخو راحته مع الفحات نتاعو، فيما برد وقتها نرجعو نخلطوه. انا نخليه يبرد لنا عوده مع بعضنا بعد ما نمشيو لختنا فاطمه. ميرسي بوكو لي شيف. احنا تويكا باش نحكيو علم نفس وتنميه بشريه وبرشا حكايات مع السيد شكري العياري خبير تدريب دولي واستشارات علاقات
أسرية. صباحك يا سيدي. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. شحوية البرة حبيبة فطومة، باش ما تقولش نسيني. لا هكا تو. صايبين السنة ولا كي عاملين ولا؟ كي عاملين إن شاء الله. دونك فهمي. يفطروا في النهار وفي الليل ويسيروا. دونك باش نحكيو اليوم على السلام الداخلي. إيش نقصدوا بالسلام الداخلي؟ والله إذا كان ثم مطلب واحد يلوج عليه ويجري وراه السبعة مليارات الموجودين اليوم على كوكب الأرض هو السلام الداخلي، إنه ينعم بلا بي انتريور. إيش خير من هو؟ طمأنينة قلبية ورضا وسلام نفسي وسعادة روحية وتصالح مع الذات. هو حالة وجودية وذهنية وروحية تخليك شيخ مع روحك وفي تناغم مع الآخرين ومع كل الإيقاعات الكونية. في اللي داير بينا يبيعوا بالعرش. متكيف شنو زعما؟ شنو اللي عام؟ باللي داير بينا الكل باش نقولوا هكا. هذا هو السؤال. شنو ما لي زاستوس فوالا؟ باش تفضل تقول لي زاستوس، تقول تحب تعطيني. لازمني نعرف مالك. نسيت ماجيكا. صحيت. شوف بالنسبة للسلام الداخلي راهو مشكلة إنه ما يجيش للناس الكل. وصعيب، يعني لازم نعترفوا انه صعيب، خاطر مكثر الوقت ديما عايشين في ذو الانفعالات نتاعنا ولا الضغوطات ولا المشاعر السلبيه. كي يبداو العوائق هذوما موجودين صعيب باش يدخل السلام الداخلي. منين باش يدخل؟ والله والله يا سي شكري المره الاخرى فما مشكله في السيركولاسيون القدام ونمشي على ساقي وتنرفزت. واحد يشكر وتنرفزت. صحيح. فما شيء اخر انا نحب نقوله وناكد عليه. ساعات فما ناس يعيشوا سلام داخلي. إيسون ساتيسفي باللي عندهم وقابلين وضعيتهم سواء كان في اعاقه او في الفقر او في اي حاجه، معناتها في اي حاجه ما عندوش زهر انسان يجيب العباد الاخرين دايرين بيقولوا انت فقير، انت ما نجحتش، انت تسكن في الدار الفرنيه، شبيك رهبتك هكايا. معناتها حتى لو كان يكون هو عنده هالسلام وقابل وساتيسفي العباد يردوه ان ساتيسفي. دونك ما يفيد باش يجابههم الناس. قوه السلام الداخلي انه يعمل لك حقل من المناعه النفسيه والعاطفيه والروحيه بحيث انه ما تسلكش، خاطر هذوما لي فولور دينرجي او مصاصين الطاقة اللي يسلبوا منا الطاقة الإيجابية اللي هم المنتقدين على طول، المقارنين، المستائين اللي ما عجبهم حتى شيء، الحاقدين، النمامين، هما أكثر من ثمانية. دونك الناس هذوما موجودين على طول، موجودين سواء يعملوا ذي عن قصد ولا عن غير قصد. لهذا قوتك شنو هو؟ انك توفر جهاز مناعة نفسي وعاطفي كما جهاز المناعة اللي تعملوا تو الشيف فتحية في الأكلة نتاعها البنينة، تعمل لنا سيستيم ميونيتير قوي. دونك احنا عندنا جهاز مناعة نفسي وعاطفي نجموا نكونوه عن طريق نقويه في صورة التقدير الذاتي نتاعنا، نقويه في الثقة بالنفس اللي هي ديما موصولة بثقتك في الخالق، ثم السلام الداخلي اللي هو يساوي السعادة. راهو كيمياء السلام الداخلي ما تحق كان بحاجتين. قلت انت قابل خدمتك، قابل اعاقتك، القبول والرضا كومبوزون واحد، ولكن اهم شيء الكومبوزون الثاني نتاعو. هي اثنين حاجتين لازم يكونوا موجودين في السلام الداخلي، الرضا والقبول بيان سور مع الحمد وكل ما تابعه. الرضا والاستمتاع بما تعمل. مثلا انا نخدم في خدمه راضي، عملت استقلال مادي، راضي بالناس اللي قاعد نشوف فيهم، قاعد نتقدم، راضي به، ولكن انا مستمتع بها ولا؟ اذا مانيش مستمتع سوف لن تحق لي الاستمتاع. السلام الداخلي، زوجتك مستمتع بها ولكن ماكش راضي عليها، على تصرفاتها. وقت تجيب حظ امك درك كيفاش تعمل قدام صحابك، درك كيفاش تكشبر، ربما عندها تصرفات انفعاليه. دور لهنا دور لهنا دور هنا. يعني الاستمتاع موجود ولكن الرضا غير موجود، اذا ليس هناك سلام داخلي. يعني لابد من توفر عنصرين هامين في مجال السعاده والسلام الداخلي، انه الاستمتاع والنشوه ثم الرضا والقبول. الرضا والقبول هو الجانب اللامحدود فيك كإنسان، والاستمتاع والنشوة هو الجانب المادي والشكلي فيك كإنسان اللي هو الجانب المحدود. الجانب المحدود احنا نعتني بالأشكال، بالماديات، بالمظاهر، بيه مش مشكل، هذا يحقق لك جزء منزلتك البشرية، ولكن أنت كائن مهيئ للامحدود. كل شيء محدود في الأخر ما هوش يعطيك السلام الداخلي. برشا فلوس يعطيك شوية استمتاع، تحب تشري كهرباء وميت عليها وهي في بالك باش توفر لك رضا واستمتاع وسعاده،
توفر لك شويه استمتاع، ولكن بعد مده تفقد البريق نتاعها تقلق وتبدل. اي حاجه في الدنيا دي تحقق لك استمتاع فقط، ولكن الرضا الحقيقي هو البعد اللامحدود، لانه كل انسان عنده بعد لامحدود في حياته اللي احنا ما نفيقوش به، اللي انا ديما نطلق عليه بالعقل الكوني او العقل المدبر، اللي هي لابد تكون عندك اون كونيكسيون سبيريتويل كبيره باش توفر حركه السلام الداخلي. الاستمتاع هو في نسختك البشريه والماديه والشكليه، والرضا هو في نسختك الروحية الملائكية اللي تهزك شوية لفوق وتخليك تستمتع بنوع من الرضا والقبول. اللي خليك ما نعرفش أنا طقوس حاجات نجم يعملهم الإنسان بشكل يحصل على السلام الداخلي. ثم برشا حاجات نجم. أول حاجة ساعة يلزمك تحسن في العوائق متاع اللي ما خلوكش في السلام الداخلي اللي هما 7 عوائق. أول حاجة إذا كان عندك دوسيات غير محسومة مخبية نهار كل تدرق فيها وتخبي فيها وتقول ما نحسمش فيها فرجهم وفراتهم دونك في علم النفس نقولوا الأمور غير المحسومة هي اللي تتعب بالمخ. احسن في أمرك. 1-2 ما يخلينيش نستمتع إذا كان ما عنديش نفقد المعنى متاع الحياة. الحياة هي بحث حول المعنى متاعك، وجودك، أهدافك، الغاية متاعك، الأثر اللي باش تخليه، شنو الحاجات بون تاكل وتشرب وتصور في فلوس وترقد وتقوم بحاجاتك البيولوجية هذا يحقق السلام ما يحققش. 3 المشاعر السلبية بكل أنواعها، في مقدمتها الخوف والشعور بالندم. إذا عندك بعض المخاوف المرضية وعندك مشاعر بالندم ما تخليكش في سلام داخلي، تخليك ديما مضطرب. إذا هذوما زادة يتعبونا، كل المشاعر السلبية، كل المخاوف المرضية، كل الضغوطات النفسية، كل الملفات العالقة اللي تخليني معلق بين السماء والأرض، ما تخليش مخ الركن متاعي الحقيقي متجاوب مع ذاتي، متصالح مع الكون في إيقاعات وجودية ومقدم في حياتي إذا كان فاهم وجودي فيه. تقول لي أعطيني ليزاستيس وليتكنيك اللي يعاونوا فاطمة مهم برشا. نحينا ليزونديكاب والحاجات اللي تخليني أنا متقلق. بعد تسأل روحك أهم سؤال تسأله، أنا وين موجود وين نحب نوصل شنو نحب نحقق؟ هذا سؤال وجودي ولكن نختير برشا في العادة ما نسألوش، خاطر احنا نعيشوا فك الركض القطيع لا كونسيون دي تروبو حالته لا ينتعرف الشهر والشهرية وكذا نجري وراء المال، نجري ساعات وراء الشهرة، نجري وراء الشكل، نجري، ولكن هذا كله لا يحقق نجري لغيرنا. لغيرنا. السؤال هذا أستاذ شكري كان تسمع نعرف أنه برشا عبيد مثلا اللي ذاقوا الشهره وهما صغار ما يوصل للشهره وصل لك النجوميه والا انه تولد في عائله مرفهه او اللي تحب انت ما عندوش السؤال انا وين نحب نوصل. مثلا اهم الادوار اللي لعبتهم هو في عمر صغير عسكرهبه ولا ما نعرفش شنو حصلت عليها العالم درت وانا عمري صغير. هنا العبيد هذو كيفاش ينجموا يسالوا السؤال انا لوين نحب نوصل؟ يتفرجوا علينا العبيد هذوما فما يتفرج لا نعطي في امثله ممكن ماهيش بسيطه، مي فما ناس بسيطه يقول لك يا خويا انا نعطيك مثال بسيط، يا خويا انا قريت وعرست وخدمت وجبت صغار اي ومن بعد شنو نحب نعمل؟ اكزاكتومون بالضبط. هاو سؤال هذا سؤال مهم برشا وتقريبا كنا نطرحوه، لكن مع الاسف نفيقوا به بعد ما تقدم بينا العمر، نقولوا كلينا وشربنا وعرسنا وجبنا صغار وبعد حياتك باش تولي روتينيه تعيسه وباش تخرج على التقاعد. كنت الدجاج ماكينه فوالا صحي الدجاج مهيا للماكينه هذا هو على طول يعني. دونك شنو هو الاستيوس للعباد هذا؟ باهي شنو هو الاستيوس للعباد هذا؟ انك انت في الحياه هذه اللي وهبها لك ربي اللي هي منحه قدريه مهمه برشا، شنو تنجم تفيد العباد وشنو راه؟ واهم شيء انه من اجل سعادتنا احنا لابد نسعد غيرنا. لان حب الخير للغير مهم زاد يحق لنا سلام داخلي مهم برشا. لانه شوف راه ثم برشا عباد توا ساعات يقولوا كلام في التطوير الذاتي، يقول لك مثلا انت اقف باش توهم روحك اقف قدام المرايه وقول انا لاباس وانا الحمد لله توا تولي لاباس، هذا كلام فارغ ما ينطبعش هذا ما يتقبلش، خاطر قناعاتك الداخليه ما توافقش مع سلوكاتك ما تمتعش بالسلام الداخلي. اذا انت تعرف روحك اللي نسبه الجمال فيك على قدك ونسبه الحيويه فيك على قدك وما تنجمش تقدم وتقول قدام المرايه وتعرف هذا انت مقتنعه به، ولكن تحب تكذب على روحك تحب توهم نفسك انه انا مزيانه وانا محليني وكل يوم تقف قدام المرايه تقول انا جذاب، تعطيك المرايه دفقه نتاع دقائق تحفيزيه لكن سرعان ما تنطفى ويحل محلها الاحباط تقول انا فين. لهذا اي حاجه تحقق لك استمتاع وقتي هي تضر
تغر ثم تمر، لكن لابد تحقق لك الرضا. تقول شنو الاعمال اللي انا ممكن نعملها فاطمه وتحقق لي الرضا كمنشطه، كمذيعه، كمقدم، كخبير، كاي حاجه. اوكي، عندك جزء خدمتك تعمله، ولكن الجزء الاخر خليه الحب الخير للغير، خليه اعمل لوجه الله، اشعر فيه بالرضا والسكينه، اشعر فيه بالطمانينه وبرد اليقين، اشعر فيه انك واقف الان وهنا في قمه اللحظه مستمتع بما حققت. راه ما تصورش قديش اذا كانت تمد يدك للناس وتعاون. وبالحق انا نعرف اللي اكثر سبب من اسباب السعاده انك تحب الخير للناس وتعاون الناس وتفيدهم. شوف الناس اللي حقوا في التاريخ معجزات ومنجزات كبيره، هم الناس اللي عاونوا عباد والتوى يذكرهم التاريخ والبشرية، خاطر ما عاشوش لأنفسهم ولكن عاشوا لغيرهم شوية. هذا مهم برشا إنه الكونيكسيون اللي نقول عليه هنا، أكد التواصل الروحي يكون مفهوم ويكون واضح، إنه يكون الرضا والقبول مع الاستمتاع والنشوة. إذا ما تحققوش هذوما ما تحققش مبدأ السعادة، وبالتالي ماكش تكون في سلام داخلي. سلام داخلي حاجة حلوة برشا، كلنا نطمحوا باش نحققوها، ولكن قليل منا يحققها. شكون يوصلها إذا كان مرحلته تطورت شوية في علاقة بالوعي نتاعو، خاطر هي في علاقة بالوعي. مع الأسف الوعي نتاعنا احنا مازال في مستوى المعرفة، مجرد المعرفة. أي نعرف، هذا الكل نعرف الكلام تقول فيه ولكن ما نطبقوش. أي نعرف اللي ثم ربي ولكن نعصيه. أي نعرف اللي ثم ذي باش تحقق لي نشوة أنية وبعد باش تضرني، نعملها. دونك المشكل أنه علاقات الوعي تخليك تسمو شوية إلى مصاف قوي يخليك تحقق السلام الداخلي، لأنه السلم الخارجي مسؤول عليه الحكومات والهيئة، ولكن سلامك الداخلي ما تدعيش أنه فكهولك ولا لفولور دينيرجي قضاهولك. خلي تليكوموند عندك، سلامك الداخلي موكول بتناغمك الذاتي مع ذاتك ومع خالقك ومع كل الإيقاعات الكونية. ميرسي بوكو أستاذ شكري العياري، خبير التدريب الدولي واستشاري علاقات أسرية. احنا تو نرجعوا بحذا للشيف. مرحبا بك فاطمة، مرحبا بكم سادة مشاهدين. الشيف فتحية قاعدة شحر في المعاصم. أنا دوبة خرجتهم توا من الكوشة، غوزمان سخان 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 يغليو، نسقيهم دوب الليش، معناها كل كعبة نصب عليها شوية بالكل. قلت لكم أنا الشحور متاعي كيلة سكر عليها شطر كيلة ماء، معناها المعون اللي تكيلوا به السكر تحطوا قد شطروا ماء باش يجي يغلي. ملي يبدا يغلي تحسبوا له 3 دقائق غليان، تحطوا القرص ومن بعد زيدوه 3 دقائق غليان وتطفيوا الغاز، يطلع شحور ابيض ما يلزمش يكون احمر. راهو شحور اذا كان ولا احمر راهو ما عادش يصلح لحد شيء. انا هوني ايوب باش ناخذ الكاغد نتاعي باش نوريكم كيفاش اليوم باش نزين الخبز، معناها حاجة سهلة وبسيطة، رغم اللي خبز توا عندي ديجا اون بارتي خمرت مشات للكوشة، ما يلزمني نوريكم أنا كيفاش قديتو باش هكاكا تبداو ما تقولوش فاتنا حاجة ما شفناهاش. ديما يقولوا لي راهو ساعات ما نشوفوكش كيفاش تعمل حاجات. أنا شادة باش نوريهم كل شيء هوني قدامكم. ناخو إذا كان عندكم كورنو ولا مغرفة لوش ولا أي حاجة، نغط شوية في الزيت، نجي نهز كعبورة من هنايا هكايا، نهبطها فوق الكاغط في الطبق متاعي ونعاود لوبيراسيون. كل مرة نحاولوا بالعين نقصوهم قد بعضهم هكا، يبداو كعبورات كعبورات. ما استحقوش، قلت لكم الخبز راه ما عادش مستحقين لا باش نشدوه لا باليدين لا باش نعركوا لا بحد شيء. أنا خلطته بالمغرفة اللوح ومن بعد حتى من الزينة يا درة كيما قبيليكا قلت لي أنت علمتني تخليط المغرفة، وانا باش نعلمك كيفاش تفصله من غير باقي ما تمس العجين، من غير ما تحط فيها يدك. هنايا نجي خذيت جلجلان ابيض، رش لوجهه بشويه جلجلان ونخليه يخمر، وكوشتي تسخن ديجا هو خميرته ما طحتش، رغم اللي معناها خمر المره الاولى وتوا في ساعه تعاود تطلع، على خاطر عجنته اولا بخميره سماغ شاف هذه الانستونتاني اللي فريمون في ساعه تطلع تخمر مليح. وكمل قلت لكم انا ما عادش نعجن بماء سباله، على خاطر فيه برشا كلور، نعجن بماء بالما واغزروا النتيجه ومن بعد كي تيبه نوريكم وسطو كيفاش مفوج ومهوي وخفيف، رغم اللي هو خبز ساقل نورمالمون يجي يابس شويه، لكن كي تعملوا الميثود هذيا يجيكم منفس ومهوي.
يعطيك الصحة شيف فتحية. دونك هذا الخبز وين وصلنا فيه لنهار اليوم لطاولة رمضان الخامسة. أنا قاعد نحضر توا في الطاجين. دونك البروكلو خليته بعد ما طيبناه كما شفتوا برد، الصوص نتاعي اللي عملناها بالدجاج مليحة كيف كيف خليناها بردت، توا جاء وقت الجبونات والجو المليح في الطاجين نتاعنا لنهار اليوم. دونك باش ناخو قوتة من عند مرياح. أنا قلت مرياح تساعدني برشا في اللي فاقص خاطرها ماهيش ما فيهاش برشا ماء، شايحة وتشد روحها بالقدا بالقدا، تعطيني حاجة خارقة العادة. كان تفكروا البارح شفتوها في الصمصة المالحة كيفاش جات كل كعيبة وقتها. دونك هكا نخلط القوتة نتاعي مليح مع الفارس الكل باش نزيد عليهم هنا جبن مرحي كيف كيف مرياح. جبونات هذه تلقاوها في لي بوانت فونت في لي غون سيرفاس يتباع مرياح، تلقاو برشا حاجات بنينة من عنده. دونك هكا نخلط مليح مليح. ديما نقول لكم احرصوا على انكم تاخذوا جبن ممتاز للطواجن نتاعكم باش يعطيكم نتيجه هائله. هذوما الكل يتخلطوا مليح باش نزيد عليهم شويه معدنوس. دونك ينقص لي من الحده نتاع البروكلو يعطي نكهه مميزه شويه معاه. هذايا المعدنوس نتاعنا يتخلط مليح مع المكونات الكل مع بقيه المقادير. تو ما بقى الا باش نزيدوا عظيمات من عند مليحه في الفارس نتاعنا. ديما اختاروا مليحه عنوان الفريشك عندنا في كوجينه الماتينال. دونك هذه ما بقى الا يتخلط الملح. انا ملحت في الصوص نتاعي وملحت في البروكلو. دونك معدل مع الفلفل الاكحل اللي زدناه من عند الخابيه تجي نكهه خارقه للعاده. توا ما بقى الا باش نصبه في كروانه من عند كوكار ونحطه في درجه حراره مئويه 180 حتى 160 باهي للطاجين وتخليوه يمشي سله سله يطيب في مده 20 دقيقه يكون عمل الجراتيناج نتاعو تحمر بالكدا بالكدا. هذه وصفتنا اللي حبينا نودوكم بها فيما يخص الطاجين. بعد شويه نرجع مع بعضنا نشوفوا السلايطه اللي باش تكون بالمفالده اللي هي بات سبيسيال من عند ورده باش نعملوا بها سلايطه خارقه للعاده بعد شويه. ميرسي بوكو لشيف. الوغ تو كتظهري وقيت وين يلزمكم تسهروا وين تنجموا تسهروا مع حبيبه. سهرية رمضان مرحبا بكم. اليوم باش نبداها من جندوبه، من ولايه جندوبه وين فما لو ستارت اب تلقاوها في جندوبه سنتر فضاء شبابي بامتياز. تلقاو اليوم 9:30 نتاع الليل عرض ونقاش فيلم سيده من تحت الرماد لسميه بو علاقي اللي سبق وكانت بحضينا انفيتي باش تحكي لنا على دوك هاوس. دونك تنجموا تلقاو الفيلم هذايا اللي هو فيلم ياسر مزيان 9:30 نتاع الليل الليلة في ستارت اب في جندوبة. نتعداو ليفينمون الثاني اللي سبق وحكيت لكم عليه أول ليلة في رمضان. سي دونك جاء ليفينمون اللي هو تخوازيام إيديسيون تاع فيستيفال القعدة وين تكون سهرية غنائية بامتياز جونا التونسي ربوخ التونسي 100% تلقاوه الليلة مع 9:30 نتاع الليل زادا في تونس في التوبية. نختمو مع آخر ايفينمون اللي في السيكل نتاع لا بيس دو تياتر 30 وأنا حاير فيك 30 ديجا اللي لازدها تلقاوها في اسباس التياترو بحث البلفيدير مع 9:30 متاع الليل من اخراج الفنان والمخرج المسرحي الكبير توفيق الجبالي 30 وانا حاير فيك. كانت هذيا دونك سهرية رمضان لليلة. نتقابلوا غدوة في سهرية جديدة. يعطيك الصحة حبيبة. لو احنا تويكا نرجم على شيف. مرحبا بكم فاطمة. انا وصلت بريسك نهاية الحصة توا مع السلاطة. السلايطة نتاعنا اليوم قلنا بالبات من عند وردة. خذيت أنا البات مفاردة. دونك باش نعمل معاها لفاحات نتاعي باش نعمل معاها مجموعة من الخضر. أول حاجة باش نحطها باش نحط زيتون. زيتون تعرفوا الزيتون غلة ولا؟ دونك الزيتون يعتبر من الغلال. هذايا الزيتون الأكحل باش نحطه نغسلوه بالكدا قبل ما نحطوه في السلاطة نتاعنا باش ما يسيبش لونه فيسع. سقطروه دونك هكا يتخلط مع البات من عند ورده. باش نزيد معاهم هنا السفناريه الفاريونت. خذيت السفناريه وفلفل بيمونت كيان. خذيت باش ناخذ معاه هنا طماطم، طماطم فريشكه زوز الوان. دونك باش نعطي السلاطه نتاعي توش تخليها حيه ديما. باش نحط معاها شيشه معدنوس باهيه. دونك معدنوس ني من انفع ما فما في الخضر. دونك هكا يعطينا لون للسلاطه نتاعنا. وتوا باش نجيو للسر البنه في السلاطه هذه. خذيت انا جبن جودا من عند مرياح هو اللي باش يعطيني نكهه بنينه برشا برشا في السلاطه، الى جانب اني باش نستعمل في السلاطه هذه الجومبون دو داند من عند مليحه. ثم جومبون دو داند، ثم جومبون دو داند فيمي، ثم جومبون دو بولي كيما تحبوا انتم. توفر لكم برشا اختيارات مليحه. دونك سيدي رمضان الناس كلها تتشهى وتحب تلبي شهواها. مليحه توفر لكم الخير بزيد. دونك هنا هذوما الكل مع بعضهم يتخلطوا. باش نزيد عليهم
عصيرة قارص، أنا نحب ديما طعمة الحموضة في السلطة نتاعي سواء قارص وإلا خل. دونك هكا باش نزيد معاهم زيت زيتونة بيولوجي من عند زيان اللي نكهته تبقى ديما فاوحة في السلايط نتاعي، حاجتين وحاجة النكهة والمنفعة. دونك هذايا زيت الزيان الكل تو باش نفوحهم بشوية فلفل أكحل وتشيشة ملح، ما نكثرش ياسر الملح على خاطر حطيت جبونات وحطيت الجامبو. دونك هكا باش تجي حويجة معدلة، نجم نحطوا في عوض المعدنوس نحطوا نعناع، شايح نحطوا في عوض الجامبو، نجموا نزيدوا شفرات، نجموا نزيدوا تون كيما تحبوا، كل واحد واش يشتهي في السلطه نتاعو. نجموا في عوض البات هذيا نجموا نحطوا زاده مقرونه قرابط من عند ورده، نجموا نحطوا حتى شربه لسان عصفور نصمتوها بشويه ملح نصفيوها ونبردوها، ومن بعد نحطوا معاها هالمكونات هذيا الكل. تو ما بقى الا باش نلمد انا الحاجات اللي طيبتها الكل ونوريكم طريقه التقديم نتاعها مع الشيف فتحيه. لنا عوده بعد شويه مع بعضنا ان شاء الله. يعطيكم الصحة على شيف، لو احنا نجيو تويك لقيت تيليكوموند مع درار. صحيح، السلام ومرحبا بكم في التيليكوموند. أول حاجة نحب نهني قناة التاسعة تصدرها المرتبة الأولى في نسبة المشاهدة في الأيامات الأولى حسب إحصائيات ميديا سكاي. سيتكم الهربة الأولاني وبعده بالضبط القضية 460. توا نعملوا طلع على نسمة ونلقاو بعد مسلسل نوبة وبنات فضيلة مع العشرة ونص متاع الليل المسلسل التركي الحب الإكويني. للناس اللي تبع في نيهان وكمال وأمير الشرير حضروا برشا، ففي المشوار راهي النهاية متاعو دمار، مانيش باش نحرقه لكم، أما اللي قلبه ضعيف من غير ما يكمل يتفرج أنا راني هبطهم حيار. وفي قناة كارتاج بلوس نلقاو الكاميرا كاشي اف بي اي جوست بعد اذان المغرب. الاف بي اي تمثيل السعدي زيداني مواطن صالح، وفي الاف بي اي نلقاو برشا ناس معروفين توينسا طاحوا في الفخ كيما نجيب الشابي، محمود البارودي، عايشة عطية، فيصل الحذيري وغيرهم اللي لقاو روحهم في مواجهة مع ارهابي بحزام الناسف. نمشيو توا المسلسل زلزال بطولة النمبر وان محمد رمضان واخراج ابراهيم فخرة. في المسلسل نلقاو الفنانة حلا شيحة اللي رجعت بعد غياب دام اعوام والممثل ماجد المصري. احداث المسلسل تدور عام 1982 وقت الزلزال اللي ضرب مصر وطيح برشا مباني. زلزال يتعدى على قناه الان بي سي وقناه الدي ام سي التسعه متاع الليل ويعودوه على الدي ام سي دراما الاربع متاع العشيه. الحاجه الباهيه يا فاطمه اللي عملتها الدي ام سي انه في الاعاده متاع المسلسل على الدي ام سي متاع الاربع متاع الصباح عملوها بلغه الاشاره للناس الصم وكتبوا الحوار باللهجه المصريه على الشاشه باش ضعاف السمع اللي ما تعلموش لغه الاشاره ينجموا يتبعوه زاد المسلسل. لفت حلوه ياسر من قناه الدي ام سي بالاخص انه في العالم العربي فما حكايه 16 مليون اصم وضعيف سمع حتى هما عندهم الحق في الدراما العربيه. هكا هو توا تيليكوموند وفات على بروشين. عجبتني الحكايه محلاها نتاع الدي ام سي، مشكورين وبرافو ان شاء الله القناه التونسيه زاده تعمل كيفهم علاش لا. احنا تويكا بتو انا قبل نحب نذكركم انه فما رحله لبرشلونه مع ليبرتا فواياج من نهار 11 نهار 15 جويليا. تنجموا تمشيوا لبرشلونه، تمشيوا للوتيل الفول، الاوتيل راهو 3 ايطوال مع فطور الصباح، فما دوره في برشلونه. هذا كله بقداش تدفع منه الدينار برك، ومن بعد 199 دينار على 12 شهر. بعد الجوله في برشلونه نمشيوا بحذا للشيف. يعطيك صحة فاطمة. دونك كيما ترى وصلنا لختام حصتنا اليوم لنهار رمضان نمرو 5. دونك الحصة هذه فيها برشا خيرات وبرشا جو. البنة موجودة معنا في المالح، من بعد باش نخلي ختامها مسك مع فتحية في الحلو ومع الخبز. بالنسبة للطبقة المفتحة واللي ما يغيبش في دار كل تونسي وتونسية الشربة. الشربة اليوم كانت من غير لا تشيش لا بات لا حتى شيء، عملتها شربة بالحوت معها الخضرة، رحيتهم هذوما الكل وصفيتهم، خذيت المرقة نتاعهم بركة حاجة خارقة العادة. تفاصيل الأطباق هذه تنجموا تلقاوها على الباج نتاع الماتينال بالفرنسية على الفيسبوك. بالنسبة للطبق الموالي كان طاجين، الطاجين اليوم عملناه بالجبن مرياح وعملناه بالبروكلو في قلبه دجاج لبنين من عند مليحة، حاجة خارقة للعادة. بالنسبة للطبق الموالي كانت سلطة، سلطة اليوم اخترتها باش تكون بلمسة وردة المزيانة، حطيت معها مجموعة من الخضر، حطيت معها الجامبون دوداند من عند مليحة، حطيت فروماج مرياح، اخترت قودات نجموا تحطوا حتى ايمونتال ولا تحطوا الفروماج في مي من عند مرياح، هذوما الكل ينجموا يعطيكم نكهة مختلفة عن الأخرى في السلطة نتاعكم. بالنسبة للطبق الرئيسي كان كيف ما تشوفوا هالدجيجة
المزيانه المتربعه على الخضره، حطينا في قلبها حشو بالبرغل الكامل معاه مجموعه من الخضر. ديما انا نحب الخضره في الماكله بتاعي في رمضان. فوحتها بالفاح البنين اللي من عند الخابية، زدت عليت في النكهة متاحة بالهروس الدياري اللي جينا من عند عبيدة، حاجة جات بنينة برشا، ريحتها فاوحة وزاكية وتشتهيها العين والفم. من عندي أنا نقول لكم صحة وبشفاء، تنجموا تلقاونا كالعادة في لاكاديمي دي شيف شارع خير الدين باشا، وإلا في نهج الإمام الرصاع 14 نهج الإمام الرصاع مون بليزير تونس، كما تنجموا تتواصلوا معنا على صفحة الفيسبوك لاكاديمي دي شيف تونيزي، تلقاو الجروب متاعنا على ذمتكم باش يجاوبوكم على كل تساؤلاتكم، وإلا تطلبونا على الرقم 23 06 14 14 23 06 14 14. هذايا الرقم المتاح لكم الانفو لاين باش تاخذوا كل المعلومات اللازمه. تنجموا في الاكاديمي دي شيف تضمنوا على مستقبل صغيراتكم وتحفظوهم صنعة لدين يوفى كيف ما تقولوا قبل مال الجدين، وتبقى صنعة لدين مهمه برشا. احنا الكوجينه والباتيسري والبولونجري هذوما الاختصاصات اللي نتميزوا فيهم في الاكاديمي دي شيف. مرحبا بكم الناس الكل، من عندي نقول لكم شاهية طيبه، الى اللقاء، الموعد يتجدد في كوجينه الماتينال غدوه ان شاء الله، ما تبدلوش القناه ويبقوا معنا. مرحبا أيوب. كي تلقى الجدين ما عندهم شفلو شنو نعملوا؟ يوفى مال الجدين ويوفى صلاة الدين وكلام أيوب ما يوفاش. نرجع ناخذ مع شيخة حياة نفدلك عليك يا أيوب. أنا هني عملت كالعادة خبز، وديما حاجة حلوة ومعها خبز في رمضان لا يقطعنا عادة. أنا اليوم اخترت الخبز الساقل اللي هو خبز ساقل بتاع ورده، فرينت ورده خاصه بالخبز هذيا فريمون، خاطرها يختاروها معناها حاجه سبيسيال للخبز. تخلطوها كيما وريتكم بخميره انستونتاني سمارت شيف في رمشه عين، مهم عجنوها بماء بالما على خاطر تغزروا، رغم اللي الساقل راهو ماهوش سهل في الطلوع، ماهوش سهل باش يجي خبز مهوي، ماهوش بسهل باش يجي خبز مش مرصص، لكن وقت اللي تعملوها تعجنوا الفرينه الباهيه والخميره الباهيه وتعجنوه بلو مينيرال، ما تحطوش زيت من الاول، شفتوني ما حطيتش زيت من الاول الا في الاخر باش نفصل الخبز نتاعي، نعمل شويه بالكل زيت، راهو ما يتحطش فيه زيت، هذا خبز دايوغ نتاع ريجيم نتاع عباد تاكل خبز اكحل، وتغزروا له كيفاش طلع منقب بالكدا الخبزه مهويه ومريقله. حطيته خمر مرتين كالعاده وطيبته في كوشه سخونه، تسخنوا الكوشه بالكدا بالكدا باش يطلع خبز شباب، رشيت على وجهه جوست شويه جلجلان، ما يستحقش اكثر من هكا وما يتعبش سورتو. وعملت بحذاه هالمعاصم هذوما، اخترت اليوم حاجه سبيسيال تري سبيسيال، هي الكريمه سمارت شيف جو اموند، حاجه بنينه برشا خاطر ديجا المعاصم يلزمهم فاكهه، وكي تعملوهم بشويه فاكهه وبالكريمه هذيا سمارت شيف جو اموند يخرجوا كاينهم فريمون رايحين في وسطهم اللوز، كاينين حاطين فيهم با داموند. الوغ انا اليوم عملتهم بالكريمه سمارت شيف جو اموند، حطيت بالملصوقه بيان سور بريكادور، عملت بها هي المعاصم تاعي، حطيتهم جوست طيبت الكريمه، انا في عود نحط زوز باكوات عليهم ايترا حليب، انا حملت ثلاثه باكوات عليهم ايترا باش يجيو شبان كيما تشوفوا فيهم، ما يفيضوش وما يتحلوش، في اللي الكريمه كي تبدا جاريه راهي تتحل في وسط الكوشه. انتم كان تحبوا تزيدوا في الشحور باكو فاني سمارت شيف ما تنساوهوش، خاطر يعطي فريمون نكهه بنينه برشا في الفاح نتاع السيغو نتاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم تبارك اليوم، ان شاء الله تعملوا بها كيما انتم كل مره تاخذوا تقولوا لي اللي لي روسيت قاعدين ينجحوا. الوغ انا نستنى في اقتراحاتكم الكل، ابعثوهم لنا واحنا على الباج اوفيسيال الماتينال نتقبلوا بهم الكل ونعملوا بهم. نقول لكم شهية طيبه ان شاء الله غدوه. ميرسي بوكو شيف فتحيه زاده. الوغ احنا تويك وصلنا لختام البنات، ميرسيمون كالعاده وفي العوايد نحب نقول ميرسي ميرسي للويت. الويت تلقاو عند حوايج الكبار والصغار، لي اكسسوار، الصبابط، السيكان، كل شيء تلقاو عند الويت في النصر 2. ما عليكم كان تدخلوا الباج فيسبوك الويت ولا الانستغرام الويت تونس، تلقاو نمرو التليفون زاده لادريسه.
اذا نحب نشكر الدكان اللي تلقاو في طريق المرسى وانتم ماشيين من تونس على يدكم اليمين مقابل استاد الكره بوغ لا كولابوراسيون في الكوستيم. اليوم لبست من عند النور، سي اون كرياتريس خليجيه تعيش في تونس و اليكسبوز في الدكان، دونك الروبه المزيانه هذيا. اي بوغ لي اكسسوار كالعاده من عند عتيقه هاند ميد، الحاجات اللي ياسر مزيانين تعملوها مع عتيقه. يا بليزيوغ اوتر كرياتور تلقاوهم في الدكان، تلقاو لاباج فيسبوك الدكان لمرسى، وتلقاو كيف كيف لاباج انستغرام الدكان. انتم نقولكم شهية طيبة، عاودوا تابعونا في الغديف وانتم تحضروا في لي روسيت وفي الدبارة نتاعكم، ونبوسكم باش نقولكم ادوما. ميرسي بوكو البنات. نحب نشكر سونتر ستيك باك ستيج في العوينه، مشو شوفوا لي فورفي نتاع باك ستيج كيف كيف تلقاوه على الفيسبوك باك ستيج. اما بالنسبه للبوتيك تلبس فيه اللي هي سي ان دم، تلقاوها في طريق سكرة، بوتيك ياسر مزيانه ياسر زغرونة ومحلاها، فيها برشا حاجات برشا حوايج للنساو للرجال، خاصه حوايج الصيف تويكا والعروسات، نمشيو تشوفوا لي شوا الكل. سي ان دم عندهم باج فيسبوك اسمها سي ان دم سكرة. ميرسي بوكو ليكيب تكنيك ايكيب الاعداد انتم البنات للشيف جمهورنا العزيز داخل وخارج تونس. نقول لكم شاهي طيبه وملتقانا ان شاء الله غدوه. بسلامه.